لا يا فندم، ده مش قراري، ده قرار السيد مساعد الوزير بعد مشاورات مع بعض القوى السيادية. لا يا فندم، أرجوك سرعة التجاوب حالا. تطلع المساجين فورا للمطار في حراسة مشددة. مع السلامة. أيوة يا سيادة اللواء، أرجوك تخلي ساحة المطار فورا وتدخل الطيارة الخاصة على الران واي حالا. أيوة شرنقوط بيه. تمام سعادتك يا فندم، تعليمات سعادتك يا فندم جاري تنفيذها. تمام يا فندم، اتفضل 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 يا فندم، اتفضل اتفضل. أيوة يا حوفي، طلباتك جاري تنفيذها فورا. اتحرك من دلوقتي على المطار. لا يا فاروق بيه، أنا قلت مش هتحرك غير لما المساجين يوصلوا المطار. قدامك ساعة. سلام. يلا تيسير على مكان العملية. يلا يا مدحت، ما تقوم يا ابني نشوف الكارثة اللي ورانا. مش رايح معاك، وأنا مش مقتنع أصلاً باللي أنتوا بتعملوه ده. أنت تقعد هنا بتعمل إيه دلوقتي؟ أقعد أعمل أي حاجة، أتفرج على التلفزيون، أتابع قضية الرجل العنابي أنا. الراجل العنابي؟ إله الراجل العنابي ياكلك إن شاء الله. الراجل العنابي ياكلني. خليها تاكلك، هو يطلع لي بس. المصايد خلصنا منه خلاص، وخبرنا التحكيمي الشهير الكبير كابتن حماد الصغير قال كلمته بالموضوع. الو، احنا دلوقتي قنوات الفيل المتخصصة. لو سمحت ممكن اعمل مداخلة كده بس حياة وموت. شكرا. لا ارجوك ما تضيعش وقتنا. ودلوقتي معانا مداخلة تليفونية تانية. الو فلافينو، انت منور الشاشة الفضية بالبرنامج الجميل بتاعك ده. ده انت اللي منور كل حاجة حلوة يا قمر، اتفضل. اولا انا عايز اقول لحضرتك ان انا متابع البرنامج وان الكورة فعلا مش بيلن يا فندم. من حقك، بس انت قلت اولا يبقى اكيد في ثانيا. كمل. ثانيا يا فندم، هي ملهاش اي علاقة بالموضوع، بس انا كضابط في جهاز الشرطة المصري بحب من خلال برنامج حضرتك المحترم اني اناشد الرجل العنابي انه ينقذ مصر من كارثه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ ولازم تعرف يا ابني ان مفيش حاجه اصلا اسمها الراجل العنابي. راجل عنابي ايه وبتاع ايه؟ وعايز اقول لك حاجه مهمه جدا، البرنامج ده برنامج محترم وغير مسموح فيه ان تيجي سيرة شخصيات غير محترمة زي الراجل العنابي الزفت بتاعك ده. يا سيدي الفاضل اسمعني يا فندم، اسمعني يا فندم يا فندم، في فوق النيل كارثة يا فندم، في طائرة هليكوبتر واقفة فوق النيل يا فندم وعليها قنبلة جرثومية هتأدي إلى كارثة لمصر والمصريين، وأنا من خلال برنامج حضرتك يا فندم بناشد الرجل العنابي إنه يروح كمصريين ويروح. الرجل العنابي تاني؟ وايه اللي انت بتقوله ده؟ انت عايز سرع من نفسه تخضهم؟ وانت ما قطعتش ليه يا مخرج؟ اقطع يا فندم. الو، عفوا اعزائي المشاهدين، لقد انقطع الاتصال وما زلنا في الحيره الفظيعه اللي شغلانا كلنا. الكوره بيلن ولا مش بيلن؟ انا من رايي انها بيلن، بس عشان اتاكد هاجري اتصال مباشر مع خبيرنا التحكيمي الشهير الكبير الكابتن حماده الصغير. ايه؟ بيصيف في جمصه؟ والموبايل بتاعه اتسرق؟ فاصل على ما نبعت نجيب خبيرنا التحكيمي من جمصه. ادخل يا بيرم، الباب مفتوح. الحمد لله على السلامة يا دكتور بيرم. دكتور شيحة، وحشتني قوي يا أستاذي. جايب لك معايا أغلى هدية ممكن أقدمها لأغلى بني آدم عندي. الرجل العناب، شقة عمري. اقلع ماسك عصفور دكتور شيحة، مش غريب. السلام عليكم. أنا فخور بيك يا بيرم، أنت حققت اللي أنا فشلت فيه. ده الصخط حمار، مسخوط حمار، ده في حمار راشق فيه من ورا.
اخرس خالص. ايوه بيرم صاحبك عنده حق، رشق فيا حمار من الورق، بس الحقيقه انا اللي غلطان. غلطان ازاي يا دكتور؟ وقفت فجاه فرشق فيك؟ لا لا لا، انت فهمت غلط. غلطان لان انا عملت التركيب على نفسي، ومن ساعتها وانا حابس نفسي هنا سنتين مش عارف اوري وشي لحد. وري وشك لحد عادي، انت جاي على الحاجه الوحيده السليمه، المشكله في الباقي. يلا بينا نجري يا دكتور. يلا هتكون نجري. عندك حق، انا قضيت سنتين بحاول في المشروع بتاعي، كنت عاوز ربنا يمنحني القدره على التحمل، الصبر اللي بيتميز بيها الاستثمار، بس ما استنيتش ان ربنا يمنحني القدره دي، فمنحتها لنفسي، بقت هي دي النتيجه. من ساعتها اعتزلت الناس وعشت هنا بعيد عن الناس في الكوخ ده، مش عاوز حد يتأذي زي ما انا اتأذيت، بس ربنا عوضني بيك يا بيرم. مشروعك انتوا واقفين ليه؟ اتفضلوا. حاسب يا دكتور، حاسب، ده الدكتور بتاعك مزروط الدنيا، رزق حتى في الصالون. أنا عايش عيشة الحمار، بشرب حمار، آكل حمار، حتى سوري في اللفظ، تويلت تويلت حمار. ربنا ما يوريكم اللي أنا عايش فيه. طب يا دكتور ما تخليني أبص بص على التركيبة اللي أنت عملتها، يمكن أقدر أرجعك بني آدم تاني، أو على الأقل أخف من حدة المصيبة، يعني أرجعك أرنب، فرخة، يعني حاجة أقل تهزيئا. مش هتقدر، مستحيل. مستحيل ليه يا دكتور؟ هو أنا حمار؟ ده مؤاخذة يا دكتور. لا يا حبيبي مفيش حاجة، بس أنا جربت كل النسب مفيش فايدة. طب يا دكتور خليني أنا أجرب. ما خلاص يا دكتور بيرم قال لك ما ينفعش يبقى ما ينفعش، ما تحربوش بقى. الله، وأنت مالك أنت يا بني آدم؟ بتحشر نفسك بينا ليه؟ الله، هو أنت مش قادر على الحمار هتتشطر على البردعة؟ عصفور. لا مؤاخذة يا حمار. عصفور. لا مؤاخذة يا دكتور. لا يا حبيبي مفيش حاجة، سيبونا من الموضوع ده. ممكن بعد إذنك تجيب لي مية أشرب؟ أوي، أنت جيت في جمل؟ لا جيت في حمار. الطوالة دي كويسة؟ لا لا لا، مش عطشان للدرجة دي، هات لي الجردل. هو بق بس يعني. أشكرك أشكرك. افتح. أما مفتوح. يا نهار أزرق. هنيه يا دكتور. أناكم الله. مين الغاب اللي اتصل بالإعلام؟ اعملوا لي تحية فورا عن كل واحد في الوزارة يعرف بموضوع الحوفي. عاوز أعرف حالا مين الغاب اللي اتصل بالبرنامج وعمل لنا الفضيحة دي؟ أيوه الحوفي أصحابك يا فندم. ايوه حوفي، قلت لك نص ساعة والطيارة تكون جاهزة حالا. علي وعلى اعدائي سلام. شوفوني الناس بتوع سجن المزرعة اتأخروا ليه؟ حالا حالا يا فندم. ايوه المزرعة. من هنا والشفا يا دكتور. مرسي يا بيرم. جزم. انت بتاكل مطبخ ده؟ بقه نجس يا عم. ده الدكتور بتاعها. بقه نجس يا عم. ربنا بيديك النعمه دي عصفور عشان تفيد بيها البلد، مش عشان تعمل مصالح وسبايب وتنسى جايزه نوبل. جايزه نوبل مين يا قمر الدين؟ موت يا حمار عقبال ما ياخد جايزه موبل. بعد الشر عليا. معلش يا دكتور اعذره، ده اصله حمار. وبعدين بقى حمار حمار حمار. اهو ما شعر يا اخي.
احنا اسفين يا دكتور حصان. بص الشتيمه بعد كده حصان. احنا اسفين يا حصان. وبعدين يا دكتور احنا اصلا انا بشغله الحاجات دي عشان نجرب في حاجات خفيفه كده قبل ما نخش على الشغل التقيل. مثلا لا يا شيخ، الكلام ده تقول لحد تاني. مش عارف انت بتفكر ازاي ولا ايه. انا عاوزك تنسى موضوع الجمارك بقى والدليفري اللي انت مشغله فيه ده والهبل. جرى يا عم حصان؟ حصان انت جاي تقطع علينا ولا ايه يا عم حصان؟ حصان لطيف حصان. اوكي من هنا وعلى ضفاف النيل من القاهره كارثه تهدد امن مصر والمصريين جميعا. طائره تحمل قنبله جرثوميه وتهدد بالقائها في النيل لتصيب المصريين جميعا بالوباء. ايه ده؟ انت بجد الكلام ده؟ قوم يا عصفور وملحق البلد. من الاخر يا عم الحصان، البومبة دي هتسقط في قلب النيل وانا شغلي كله سلامة ملوش في النيل. وعلى السكة وعلى الدغري كده يعني انا معرفش اعوم. على السكة وعلى الدغري؟ ايه اخترع لهم جير ده؟ بقول لك النيل هيضيع. قوم ما تقول له حاجة يا بيرم. عصفور الدكتور عنده حق، فكرنا ضروري واحنا مروحين نشتري كراتين ميه معدنيه علشان لو النيل جرى له حاجه نبقى احنا متامنين. صح. معدنيه ايه؟ بقول لك النيل هيضيع. قول يا عصفور انت اللي في ايدك تنقذ البلد. ماليش فيه يا عم، كل برسيم بس انت واطلع من دماغي. بعدين يا دكتور ممكن تكون اشاعه، خلونا نشوف قنوات الفيل المتخصصه. انها حقا كارثه، عصابه دوليه تطالب بتهريب جواسيس وتهدد بإلقاء قنبلة جرثومية في النيل. أنقذونا، أنقذوا مصر، مصر تستغيث، أنقذوا هذا النيل العظيم، النيل الذي من يشرب منه يعود إليه مرات ومرات ومرات. وداعا لأغنية ما شربتش من نيلها. طب جربت تغني لها؟ لا، أنا هقوم أنقذ البومبة قبل ما سلمى تمشي. برافو، قوم يا عصفور. أيوة كده يا بطل. يلا عصفور، صحيح الموضوع شكله قلب جد. يلا يا دكتور، بس على السكه وعلى الدغري كده انا مش همشي لحد اول الشارع تاني. طب هنعمل ايه؟ نركب. ينفع؟ كان بودي صدقوني، بس انا عندي برنامج هسجل هنا. عالم الحيوان. البي ما شرفش لغايه دلوقتي. اهو جاي خلاص يا فندم. اهو تعالى يا مدحت، هغرق يا مدحت. الو، مساء الخير يا فندم. من اي حته لاي حته ابنودي مع حضرتك؟ 50 إزازة مية من منابع النيل؟ لا يا فندم، مش هنلحق نجيبها ساعة، معلش في ضغط شغل. شكرا، سلام يا فندم. سلام. ايه ده؟ هي المية بتقطع في البلد ولا ايه؟ الو، ايا بيرم، الناس كلها عاوزة مية، الاوردرات كترت قوي، انا مش عارف اتصرف ازاي. ارفع سعر إزازة المية ل 20 جنيه وقول لهم الاوردرات هتوصل لهم بالليل النهاردة. يلا سلام. يلا عصفور، ما فيش وقت، الدنيا مقلوبه تحت. فهمت الخطه ولا اشرح تاني؟ ما تقلقش، الدماغ وصلت. اديني بس نص ساعه اروح مشوار وتاني طلع على هناك على طول. نص ساعه ايه؟ ما فيش اهم دلوقتي من ميه النيل. يا عم ده مشوار في طريقنا، يعني مش هتاخر على طول. ماشي يا عصفور، خدني معاك ارميني في اقرب حته وخمس دقايق وتبقى عندي. حصل، يلا بينا. يا فندم. امرك يا فندم. حصل يا فندم. في تطورات يا فندم؟ 23 واحد من الاسره واحده في دمنهور قتلوا بعضهم عشان حنفيه ميه، والاهالي في العمرانيه قتلوا صاحب قهوه عشان بيرش ميه قدام القهوه. لا حول ولا قوه الا بالله. عموما يا فندم انا عملت حسابي وخليت دينا تحمي نظامها. اموت واعرف مين اللي بلغ الاعلام. يا فندم انا لما بلغت كان قصدي اشرك الراي العام كله. انا لما بلغت؟ وانت اللي بلغت يا تيسير؟ يا فندم احنا والشعب دلوقتي في مركب واحده. مركب ايه وشعب ايه؟ كان لازم تقول لي قبل كده. اسف يا فندم. ايوه الحوف تاني يا فندم. حوف 30 دقيقه كمان. يلا ناس سلام. شوفوا لي عربيه الترحيلات وصلت لحد فين دلوقتي. ها
حاضر يا فندم. الحق انت هو فات اللي من غير ما فات انجد. تقتلت المنصوره كده اليوم ابتدى. حرام عليكم يا جماعه، سيبوها النهارده شويه. سيبوها النهارده شويه؟ امال نضحك على مين؟ فاتن فاتن دي كنز. ماضي العشر دقايق. ما تقلقش يا فندم، انا عندي حل بس كنت شايله للاخر. مدحت خطه 8 ها؟ بعد اذنك يا ريس. بيقول لك ايه؟ قال لي خطه 8 يا فندم. قال يعني فلح في السبعه اللي قبلهم. الاخبار عندك ازاي يا بيرم؟ الوضع عندي زي الزفت يا دكتور. الرجل العنابي ما جاش لحد دلوقتي وانا شاكك انه ممكن ما يلحقش القنبله. ده يبقى بيتنا اتخرب وبيت اهالينا كمان يا بيرم. اللي عايز اعرفه منك دلوقتي ايه مدى خطوره القنابل الجرثوميه وتركيبها كيميائي عامل ازاي؟ الحقيقه هو تكوين كيميائي معقد جدا، بس انا اعتقد ان هو ما بيختلفش من قنبله للتانيه، الا بقى لو اللي عاملها خبير كيميائي محترف فممكن يضيف لها من ربع لنص معلقه مربي التين، لان المربي التين بتحافظ على نشاط وحيويه الجراثيم في القنبله. ولو مش محترف؟ لو مش محترف بقى ممكن يضيف لها معلقه مربي جزر بالبرتقال، لانها بتدي تقريبا نفس النتيجه. معنى كده ان المخلل ممكن يبطل مفعول القنبله؟ الجزر انما للاسف اللفت لا. الجزر واللفت لا، الجزر واللفت لا. كلامنا كده يا دكتور ان احنا لازم نخلل نهر النيل بالكامل من الحبشه لحد البحر المتوسط، وده طبعا مستحيل في الوقت الراهن. انا معاك، بس لو قدرت تركز اكبر كميه من المخلل وتحطها في المكان اللي هيترمي فيها القنبله ده هيبطل مفعولها او على الاقل هيبطئه. ايه ده؟ ايه يا ولية انت مجنونة ولا ايه؟ وقعت يا حلو ومحدش سمع عليك، بقيت يا فاطمة بقيت مظبوط عادي. انت يا ولية انت ايه؟ هنقول هوبا استعدادا ننط في المية ها؟ بتعمل ايه يا تيسير؟ هما دول اللي هيلحقوا القنبلة؟ يا فندم دول براعم نادي الشمس تحت 12 سنة، الولاد قلعوا ونزلوا المية أبطال الجمهورية حرة وفراشة، ودول بنات الباليه المائي بيعملوا تشكيلات يا فندم رائعه، انا شخصيا براهن عليهم. العيال دي تروح حالا يا فندم. اديه فرصتي. ما العيال دي تروح حالا بدل ما اديك فرصتك وروحك معاهم. حاضر يا فندم. نقيب تيسير فهمي، اجمع لي اولياء الامور من على القهوه. بيرم انت بتعمل ايه هنا؟ انا جاي اشارك، جاي اشارك زي اي مواطن مصري بيحب البلد دي. اصيل يا بيرم. وهتشارك ازاي ان شاء الله؟ هتتبرع بدمك؟ لا مش هتبرع بدمي، انا عندي فكره نقدر نبطئ بيها مفعول القنبله. وهتبطئها لحد امتى؟ لحد ما الفرج يجي لنا من فوق، بس على الله ما يتاخرش اكتر من كده. هو مين اللي ما يتاخرش؟ ها؟ الفرج. اسكت انت. طب يا ست ممكن نخرجه يلعب معانا وندخله تاني؟ لا يا حبيبتي ما ينفعش، وخرجناه هيشيل. احنا كده نلعب بيه هو في العشه.
طب ينفع يا ست ينزل ينام معانا تحت في الاوضه؟ برضه ما ينفعش يا حبيبتي، خلي ريحه الشقه نتنا. يا وليه يا اختي ماسكه النبرة؟ انسان زيك اهو بتكلم عادي. طب ما البغبغان بيتكلم عادي. انتوا ما عندكوش تلفزيون؟ انا الرجل العناب، انتوا ما تعرفونيش. احكي لكل اصحابي ان احنا مربينا الرجل العنابي فوق السطح. بس لو عطلكوا على المذاكره انا هسربه، ولو جبتوا مجموع كويس انا هجيب لكم كلبي معاه. هاي ايه ده؟ انا مش قايل لفت له؟ انا مش قايل لفت له؟ ايه ده يا بيرم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اه ده ايه؟ نضيع بقى بقيه اليوم نقعد ننقي اللفت من قلب البراميل. ايه حرقه الدم دي؟ اتفضلوا. اللفت يترمي في الزباله، وبقيه المخلل يترمي في النقطه اللي قلت عليها في النيل. يا رب كلامي يتسمع. ايه ده يا بيرم؟ ايه نتحاسب يا ريس. كم برميل دول؟ دول 20 برميل في كل عربية، يعني كلهم 80 برميل. ايه 80 برميل؟ ايه الواد ده بيخم، هم 76 برميل. انت متأكد؟ انا عددهم ومصورهم برميل برميل. لا لا مش مشكلة خلاص، متأكد. ها 80 برميل؟ ها 80 يا انت بتخنصر يالا، فاكرني مش هعد وراك؟ ده انا النقيب تيسير فاهم يالا. والله ابدا يا باشا، انا هخنصر ليه؟ الحاجة دي اصلا مدفوع حسابها، والحاج التابع قال لنا محدش ياخد فلوس من حد، وقال لنا لو ما وقفتوش جنب مصر دلوقتي هتقفوا جنبيها امتى؟ وراختك بولادك يا مصر. وراختك بولادك. صحيح ام الدنيا. استنى. وصل بقى دي حاجة. لا 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 والله العظيم. والله العظيم يا باشا الحاج التابع يروحني فيها. والله ماشي. ماشي. السلام عليكم. متشكرين يا اسطى، وسلم لنا على الحاج بشير التابعي قوي. يوصل يا باشا. بقول لك ايه يا ريس؟ كان في 2 طعمية و2 بطاطس طحينة بس. اه موجودين يا ريس. لا مؤاخذة. موجودين. اتفضل يا باشا. شكرا يا باشا. طب تعالى كل بقى يا ابويا. يلا. انا هوريكم تاكلوه ازاي، وبعد كده انتوا تاكلوه بنفسكم. هما دول الخمس دقايق يا عصفور؟ تعالى بسرعة شوف المصيبة اللي هنا. المصيبة هنا يا دكتور، في ولية خرفانة حبساني في عيشة فراخ وفاكرة إن أنا مش بني آدم. اتصرف، اعمل أي حاجة. فاضل 5 دقايق ونضيع كلنا. يعني أنا عليها المسك وأكشف لها عن هويتي؟ لا، اعمل أي حاجة إلا كده، بس بسرعة يا عصفور. أي حاجة أي حاجة. أي حاجة بس انجز يا عصفور. رجعنا لكم ومكملين، ومعانا دلوقتي احد رجال الشرطه عشان يقول لنا رايه في الاحداث الجاريه. الاستاذ ابص فين الاول؟ اهي تيسير فهمي. تيسير فهمي حضرتك، احنا بنعمل برنامج تلفزيوني مش مسلسل. انا النقيب تيسير فهمي. اه وطبعا النهارده كنا على شفا كارثه مروعه، والحمد لله قدرنا ان احنا نقبض على الحوفي والعقرب اللي مشرف اهو قدامكم، والحمد لله اليوم عدى على خير الحمد لله رب. طب وهل تدخل الرجل العنابي في الانقاذ هل ده يؤثر على دور رجال الشرطه في مصر النهارده؟ لا يا فندم خالص، يعني الشرطه بخير طبعا وزي الفل، بس هتندهشي يا انسه سلوى. سلمى حضرتك. هتندهش يا انسه سلمى لما تعرفي ان انا رجل شرطه ابلغت بنفسي عن الكارثه لوسائل الاعلام، وان انا اللي نشدت في التلفزيونات تدخل الرجل العنابي لانقاذ البلد، لان انا في وقت من الاوقات حسيت ان فعلا الكارثه اكبر من امكانياتنا كجهاز شرطه. طيب نشكر حضرتك. اعرف هيتذاع امتى بس. طب نشكر حضرتك بعد اوكي. ورجعنا لكم تاني في الاستوديو. اكبر من امكانيات جهاز الشرطه. نسمعها تاني.
اكبر من امكانياتنا كجهاز شرطه. ها سمعتوا؟ اكبر من امكانيات جهاز الشرطه. طب ده نسميه ايه بقى؟ والكلام طالع من اكبر جهاز امني عندنا في البلد، جهاز الشرطه اللي بيحمينا، جهاز الشرطه اللي بيسهر عشان احنا ننام، جهاز الشرطه اللي بقى واقف زينا مستني الراجل العنابي عشان يجي يلحقنا وينقذنا. طب احنا هيجينا نوم ازاي بعد كده؟ قدروا ان مفيش راجل عنابي، هنعمل ايه؟ ما احنا لازم نواجه الحقيقه المره بقى، لازم نواجهها. احنا خلاص ما بقاش عندنا جهاز شرطه. انا مش بقول الكلام ده عشان امدح في الراجل العنابي والعياذ بالله، لا بالعكس، هو كمان منافق وافاق واستغلالي. ايوه، وهي دي الحقيقه اللي الايام هتثبتها لكم ان شاء الله، وتعرفوا ان انا ما بكدبش عليكم، وتعرفوا اني بقول لكم الحقيقه لما يظهر العنابي ده على حقيقته. انا عندي ورق. ايوه عندي ورق، بس مش هطلعه دلوقتي، هطلعه في الوقت المناسب. بالاخر كده عندي ورق يثبت ان الرجل العنابي متورط في قضية حفار رومانيا. ايه يا مهد؟ بتقول ايه؟ وعندنا لقاء تاني مسجل مع احد المواطنين اللي كان موجود في مكان الحادث. اهلا بيك يا صريح بيه المره الثانيه. احنا دلوقتي معانا بيرم الشاب الامور. بيرم لو تفتكروا كان حاول ينتحر من برج القاهره، وهو فعلا نط ولكن انقذه الرجل العنابي في اول ظهور للرجل العنابي. بيرم، تحب تحكي لنا عن شعورك واحساسك وانت معانا هنا في مكان الحادثه؟ في البدايه انا ببارك لمصر، بقول لها الف حمد لله على سلامتك يا مصر، وان شاء الله اللي يكرهوكي. بوجه رسالة لكل واحد كان خايف يفتح الحنفية ويشرب منها، كل واحد دخل الحمام وملحقش يتشطف، كل واحدة وقفت تحت الدش وملحقتش تستحمى، كل طفل كان نفسه ينزل حمام السباحة. أقول لهم اشربوا اتشطفوا بلبطوا، مصرنا بخير، ليلنا بخير، ميتنا بخير، وده بفضل الرجل العناب والقائمين على صناعة الرجل العناب. شكرا. شكرا ليك يا بيرم، ورجعنا تاني للاستوديو صريح بيه والقائمين على صناعة العناب. يعني ابن اخوك هو اللي سرب موضوع العصابة للإعلام يا فاروق؟ يا فندم طبعا هو غلطان، وانا حجازيه على الموضوع ده، بس الحمد لله الموضوع جه بفايدة، العنابي عرف وجه خلص الموضوع بنفسه. انت عبيط يا فاروق. يا فندم انا كان اهون عليا ان القنبلة تقع ولا يحصل اللي حصل. دي مبالغة من سعادتك يا فندم، سعادتك عارف حجم الكوارث اللي كان ممكن تحصل لو القنبلة وقعت في النيل، ده كان ممكن. لا انت اللي مش عارف حجم الكوارث لما الراجل الزفت ده هو اللي يبقى المنقذ، واحنا واقفين نتفرج عليها. فاروق اتفضل شوف الرجل العنابي ينقذ ما فشلت فيه الحكومة. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان الناس خلاص هتؤمن بيه، هتمشي وراه، اللي هيقول عليه هينفذوه. انت تعرف الراجل ده مين اللي وراه ولا مين اللي بيموله؟ بقولك ايه، ابن اخوك هوقفه عن العمل يا فاروق، واقسم بالله لو فتح بقه بكلمه تانيه لا بحوله لمحاكمه عسكريه ويجيلي المكتب هنا. بخمسه جنيه سندوتش يا نتاشا يا بنت عم هيصة الجربان. يا اخويا بخمسه جنيه، وعشانك وعشان كلمه جربان ده هي عشانك انت بس بسته جنيه. يبقى هقتلك يا نتاشا. ايوه هقتلك، وهختلس عربيه الكبده ديت. ولا ما تحفش يلا. فيها يا بنت نتاشا؟ انت بتوزعي السندوتشات ببلاش ولا ايه؟ لا
لو انت اشتري يا اخويا ببيع الشندوتش بخمسة جنيه ولا اقل من خمسة جنيه ما تبيعش. ماشي يا معلم. في ايه يا بخ؟ تعبان رشلي. كام تا معلم نتاشا ذهب امي كله اديني بيه كله. كام تا واد يا سيد. ايه يا معلم؟ تعب ترغيفه هنا عشان بخ. معلم ستة معلمة ستة. تلات ترغيفة غيرهم لا يا سيد. صوت على ايه مهورة عكين. ايه اللي بيحصل ده نتاشا؟ كله يا اخويا بفضل خير الدكتور بيرا صاحبك والخلطة اللي عملها لي. بس ايه الخلطة اللي عملها لك دكتور بيرا؟ حتة دين خلطة يا عصفور قال لك الحس منها قعر حلة الكبدة كده هون وقوم حطها على التقلية خلت الحارة كلها تدمن الكبدة زي البرشام بالظبط. ومن صباحية ربنا مش عايزين يتعتعوا من العربية. لا ما تخافيش مش هيتعتعوا ده مش بعيد يطيروا. بس انا برضك مش حاطط ايدي على البلف. هو بيرم بيجي هنا وانا مش موجود؟ امال ايه ده بيجي على طول بس انت دايما ما بتبقاش موجود. سيبك انت انما ايه الحلاوه والشياكه اللي انت فيها دي؟ حلوه يا بنت نتاشا. حلو طبعا يا اخويا وزي الامر. ايوه بقى يا اخويا القرش ابتدى يلعب في ايدك واحنا ما بقيناش قد المقام. ما تقوليش كده يا بنت ده انا حتى بفكر اكبر لك العربيه دي وان كان على المصاريف ما تحمليش هم. ما تحرمش منك يا اخويا سيبك مني انا وبص لنفسك انت شوي. انا بقول طالما القرش لعب في ايدك وربنا كرمك كده هو انت كمل نص دينك بقى. ما انا الحمد لله بقيت اصلي الجمعه. جمعه ايه وسبت ايه يا عصفور؟ تكمل نص دينك يعني تتجوز. طب مش لما الاقي بنت الحلال الاول؟ عصفور ساعات بنت الحلال تبقى لازقه كده هون في وشك وقدام عينك بس البعيد اكبش. ما كانت قدامي يا نتاشا بس هي اللي مش شايفاني كل اللي شايفاه الراجل العنابي. عنابي ايه وبتاع ايه؟ يجي ايه العنابي ده في عصفور؟ ده انت سيدي الرجال. طب ما تروحي تقولي لها الكلام ده يا نتاشا. اقول لمين يا عصفور؟ سلمى. سلمى. انت شكل الشبشب وحشك صح؟ انا مش فاهم كل ما تيجي سرتها بيركبك 100 عفريت ليه؟ انت يا ده انت عقلك مدوحس ولا ايه؟ قوم يا ابن هنا يلا قبل ما اروح تسكتش. جرايه قرطاس النكد مالك فيه ايه؟ والشبشب التاني كمان اهو يا عصفور. اقسم بالله انا اللي هضربك النهارده.